كتاب السماع. من قال هات هذه النسخة الفريدة من كتاب السماع؟ السماع. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. السماع. كتاب السماع. من قال هات هذه النسخة الفريدة؟ السماع. يا سيد أتدري؟ السيد أتدري؟ أصحيحنا أن اسمه أتدري؟ الله أعلم باسمي، لكننا لا نعرفه إلا بهذا الاسم، السيد أتدري. يا سيد أتدري؟ نعم يا أخي، هل ناديتماني؟ أترغباني بشراء هذه النسخة الفريدة من كتاب السماع؟ قد نشتريها منك، لكننا طلبناك لنرجوك أن تشرح لصديقي هذا سبب تسميتك أتدري. بسيطة، لقد غلب علي هذا اللقب لأنني كلما قابلت إنسانا أفاجئه بهذا السؤال، أتدري؟ ثم أبتليه ببضعة أبيات من شعري. إذن هات وابتلنا بشعرك الطريف. هيا وفاجئنا بسؤالك أتدري. أتدري ما وهب الرحمن للبرية أفضل من موهبة الحرية وقوة الأعمال باتحاد والضعف كله بالانفراد وعزلة الإنسان للإخوان من أكبر الخسران والخذلان؟ إن قيل فيها راحة الضمير فكم بها من ضرر كبير، فبالتعارف ائتلاف ينفع وبالتناكر اختلاف يوقع. أتدري يشهد الله أن شعرك هذا أعجبني. أتدري يبدو أن هذا السيد أتدري ليس إنسانا طريفا باسمه فقط، بل هو بمجمله إنسان طريف ظريف. ها أراك قد عدت إلينا يا سيد أتدري، هل نسيت شيئا؟ نعم لا، نسيت أن أخبركما أن كلمة سماع هي صيغة مصدر من فعل سمع. سمع الصوت، أدركه بحاسة السمع فهو سامع. سمع الله له، أجابه ولباه. سمع منه وسمع له، أعطاه. سمع إليه، أصغى إليه وأطاعه. وسمع به. سمع به رحم الله والديك، بمعنى أذاع عنه عيبا وندد به وشهره وفضحه، وهذه ليست من أخلاق المسلم. قال نبينا الحبيب وأسوتنا الحسنة صلى الله عليه وسلم من سمع بعبد سمع الله به. من سمع بعبد سمع الله به. نعم، والتسميع هنا بمعنى الشتم وإسماع القبيح والتشنيع. بهذا المعنى نذكر ما رواه جندب البجلي إذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. اللهم أبعدنا عن ارتكاب التسميع بالناس. أمين. سؤال أخير يا أخي لو سمحت، سؤال عن السمع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ما معنى كلمة ختمة؟ ختمة رحم الله والديك بهذا المعنى هنا تعني طبعة. 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 طبع الله على قلوبهم بكفرهم فلا تعقل ولا تعي شيئا. وهم كانوا يسمعون ويبصرون، ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يجدي عليهم، فصاروا
كمن لم يسمع ولم يبصر ولم يعقل. واضح؟ واضح جدا، أحسن الله إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سأحكي لكم اليوم حكاية الفقير الذكي الذي جعله ذكاؤه ناجحا ومقدرا بين الناس. فهل أنتم مستعدون لسماعها؟ نعم يا خالتي. عظيم. كان يا مكان، في قديم الزمان كانت هناك فتاة جميلة واسمها جميلة أيضا. كان يأتيها الخطاب من كل مكان يطلبون يدها راغبين في الزواج بها، وكانت ترفضهم لأنها كانت تعرف أنهم جاءوا يخطبونها طمعا في مالها ومركزها وجمالها. وجاءها ذات يوم شاب جميل المنظر، عليه سماء الوجاهة والغنى، ولكنه كان ذا نفس طماعة. تقدم من جميلة وقال: أنا خادمك فؤاد من وجهاء البلاد، سمعت بحسنك وجمالك وبجاهك وأموالك، فجئتك خاطبا وفي القرب منك راغبا، فماذا تقولين يا ذات الدل والجمال ويا ذات الجواهر واللآل؟ فابتسمت له جميلة وعرفت أنه ليس من أصحاب الحيلة، ذكاؤه محدود وطريقه إلى قلبها مسدود. فقالت له: يا مرحبا بالوجيه اللبيب والحسيب النسيب، لكن لي شرطا لقبول من جاء يخطبني. وأنا مستعد لألف شرط وشرط. شرطي بسيط، أن تجيب على أسئلتي أيها الشاب الذي جاء بلا وسيط. تفضل يا فتاتي، هات الأسئلة. سؤالي الأول: ما أجمل البلدان؟ وسؤالي الثاني: ما الشمعة التي تعجز عن إطفائها الريح؟ وسؤالي الثالث يا مليح: ما هي الدار المضاءة بلا مصابيح؟ فسر الشاب بهذه الأسئلة وأجاب: إن الشمعة التي تعجز الرياح عن إطفائها هي أنت، وإن الدار التي تضاء بلا مصابيح هي دارك أنت، وإن أجمل البلدان بلدك أنت. فضحكت جميلة ساخرة من إجاباته وقالت له: إجاباتك كلها رياء ونفاق، فعد من حيث أتيت. وهكذا كشفت جميلة بذكائها وفطنتها ذلك الشاب الطماع الطامح بالمال والجاه والجمال، وطردته من بيتها. أين حكاية الفقير الذكي يا خالتي؟ لا تكن عجولا يا أمين. الآن جاء دور الفقير. سمع الشاب الفقير قصة جميلة فقرر أن يجرب حظه معها، فاغتسل ولبس أجمل ما عنده من الثياب البالية وذهب إليها ووقف أمامها، فنظرت في وجهه الهادئ النظيف ورأت الذكاء يشع من عينيه الواسعتين، ثم سألت: ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ إذا سمحت لي بأن أطلب يدك الكريمة. وماذا عندك حتى تتجرأ على خطبتي يا فتى؟ عندي هذا الرأس وهذا القلب، إنهما كل ما أملك من دنياي. لا بأس، سوف أسألك ثلاثة أسئلة لأرى قيمة رأسك وقلبك أيها الشاب الجريء. تفضلي يا سيدتي، هات أسئلتك. سؤالي الأول: ما أجمل البلدان؟ أجمل البلدان وطن الإنسان. فظهر السرور على وجه جميلة
التي قالت له. وسؤالي الثاني، ما هي الشمعة التي تعجز الرياح عن إطفائها؟ العلم هو الشمعة التي تعجز الرياح أن تطفئها. فازداد سرور جميلة ثم سألت، وما هي الدار المضاءة بلا مصابيح؟ الدار العامرة بالأطفال هي الدار التي تضيء بلا مصابيح يا سيدتي. فهبت جميلة واقفة والسرور ظاهر عليها. ووافقت جميلة على الزواج بذلك الشاب الفقير الذي كل رأس ماله رأس وقلب. سمع، سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل حمده ويستجيب لشكره. تفسير صحيح، جيد، أليس كذلك يا أبي؟ بلى يا أسماء، أحسنت يا ابنتي، إنه تفسير صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. ماذا يعني؟ يعني اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يستجاب ولا يعتد به، فكأنه غير مسموع. جيد، ممتاز. وقوله صلى الله عليه وسلم، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. لا بأس عليك، لا بأس. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني فليسمع السامع وليشهد الشاهد حمدنا الله تعالى على ما أحسن إلينا وأولانا من النعم العظيمة التي لا تحصى. وحسن البلاء، حسن البلاء أي النعمة والاختبار بالخير ليتبين الشكر، وبالشر ليتبين الصبر. أحسن الله إليك يا أختاه، درسك يزداد حلاوة كل يوم. أراكما غدا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسمع بصيغة أفعل التفضيل. سأل عمرو بن عنبسة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أي الساعات أسمع؟ أي أي الساعات أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة؟ فأجابه نبينا الكريم، جوف الليل الآخر. هل أعجبك تدريس اليوم يا أبي؟ الصراحة لا. وبما قصرت؟ يا أسماء يا ابنتي، عندما ذكرت أن عنترة تحاور حصانه كان يجب أن دعني قوله، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. هذه هي، كان يجب أن تستثمر الفرصة فتتحدثي عن بلاغة القرآن الكريم. البلاغة؟ ماذا؟ ألا تعرفين ما البديع والبيان في البلاغة؟ أسماء، البديع يعني الغلو والإفراط في الصفة. اسمعي، اسمعي مثلا، ماذا قال عنترة في وصف حصانه في أثناء المعركة؟ قال، فازور من وقع القنا بلبانه. ماذا؟ فازور من وقع القنا بلبانه، أي انحرف ومال بصدره لكثرة ما أصابت الرماح صدره. القنا يعني الرماح. فازور
من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. فأن يزور الحصان ويشكو وتدمع عيناه ويفصح عن شكواه، فهذه كلها مغالاة وإفراط في الصفة. ولكنه لون من أجمل ألوان البيان. حقا يا أبي، إن من البيان لسحرة. من هذا الباب أيضا قول الشاعر النابغة للنعمان بن المنذر: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فإنك كالليل الذي هو مدركي، بديع، صورة جميلة يا أبي، بل رائعة جدا. من هذا الجنس في القرآن الكريم قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا لطيف، اللهم أجرنا من نار الدنيا والآخرة. آمين. أو كقوله تعالى في وصف حال الكافرين حين يساقون إلى نار السعير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يا لطيف. أي سمعوا لها صوتا رعيبا كصوت غليان الماء في القدر، وسمعوا لها زفيرا كزفير الرجل الغضبان المغتاظ، وأنها تريد التهام العصاة والكفار والمنافقين. يا لسوء المصير الذي ينتظر الكافرين. وكقوله تعالى: يا ابنتي، في سورة الملك: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد جهنم تتفجر غيظا على الكافرين، والعياذ بالله. شكرا لك يا أبي. السماع، السماع، كتاب السماع. سعيد الحظ من يقتني هذه النسخة الفريدة. من قال هاتي؟ كتاب ثمين. من فضلك يا عمي. أخوكن، يمكنكن مناداتي باسم أتدري. نعم، أمر، أي خدمة. أنت تريد أن تبيع هذا الكتاب عن السماع، فهل تعرف ما السماع؟ طبعا أعرف. السماع بفتح السين يعني الصيت والذكر والشهرة. لكن كلمة سماع بفتح السين أيضا تعني الغناء. أحسنتي، نعم هذا صحيح. وكلمة سماع، السماع يعني الجاسوس، لأنه يتسمع على الناس، أي يتجسس. نحن نعرف ما هو السمع بفتح السين، فهل هناك سمع بكسر السين؟ السمع بكسر السين هو الذكر الحسن والصيت الجميل. ورجل سمع، رجل سمع أي رجل عالم جدير بأن يسمع له. وما معنى قولهم سمع بفلان في الناس؟ سمع بفلان في الناس أي نوه بذكره، كأن أقول نوه بذكر أحمد. وهل هناك ما تفيدنا به في هذا الباب؟ أجل، هناك السمعة بضم السين وتعني الشهرة والصيت والذكر. معلوماتك مفيدة وطريفة حقا يا عمي، من أين حصلت عليها؟ من هذا الكتاب الثمين. ما أطيب ثمار هذا البستان. أي بستان؟ هذا الكتاب الثمين الذي بيدك. هنيئا لمن يكون من نصيبه. هل ترغبين بشرائه؟ حلفك التوفيق بالعثور على من يشتري. ماذا أقول، تكفيني هذه المكافأة. أسمع بصيغة أفعل التفضيل. وروى الضحاك رضي الله عنه لما عرض عليه الرسول الكريم الإسلام فقال: فسمعت منه صلى الله عليه وسلم كلاما لم أسمع قط قولا أسمع منه. يريد أبلغ منه وأنجع في القلب. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكم اليوم مأخوذين بسماع الألحان. إنها ألحان بديعة، أليس كذلك؟ ألحان جمع لحن. بالمناسبة، كلمة لحن هل وردت في القرآن الكريم؟ مرة واحدة فقط، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو نشاء لأريناكهم. أي لو أردنا لأريناك المنافقين. والحديث هنا موجه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلعرفتهم بسيماهم، أي عرفتهم عيانا بعلامتهم. ولتعرفنهم في لحن القول، أي ولتعرفن المنافقين يا محمد من فحوى كلامهم وأسلوبه. يعني كلمة لحن فحوى الكلام وأسلوبه؟ تريد معلومات وافية عن معنى كلمة لحن؟ أمهلني لحظة. أين كتاب الأمالي لأبي علي القالي؟ أين؟ في هذا الكتاب فصل طريف عن كلمة لحن. بسم الله. اسمعوا، مطلب الكلام على مادة اللحن. قال أبو بكر بن الأنباري يرحمه الله: معنى قوله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، أي في معنى القول وفي مذهب القول. وأنشد للقتال الكلابي: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، ووحيت وحيا ليس بالمرتاب. معناه: ولقد بينت لكم لكي تفهموا. واضح؟ واضح وجميل. واللحن بفتح الحاء الفطنة. الفطنة؟ نعم مكتوب هنا: واللحن بفتح الحاء الفطنة، رجل لحن أي فطن. قال لبيد يصف كاتبا: متعود لحن يعيد بكفه قلما على عصب ذبلن وباني. العصب جمع عسيب، وهي جريدة من النخل دقيقة ومستقيمة. ويروى أبا محمد، هل تكمل القراءة عني رجاء؟ عيناي متعبتان. حاضر. هنا. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إليه في مواريث وأشياء قد درست، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر. لحظة من فضلك، أي لعل أحدكما أن يكون أفطن بحجته من الآخر. صحيح. تفضل. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم ماذا؟ فقال كل من الرجلين: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي. جميل جميل. فقال: اذهبا فتوخيا ثم استهما، ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ. ومنه قول الخليفة عمر بن عبد العزيز يرحمه الله: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم، أي فاطن الناس. عجيب. إذن لا ترد كلمة لحن بمعنى أخطأ؟ بلى، لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ. ونقول: لحن الرجل
يلحن لحنا فهو لحن إذا أصاب وفطن وانتبه. صحيح. ومنه قول أحدهم في وصف محاسن حديث حبيبته: وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس، يوزن وزنا، منطق صائب، وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. أي وتصيب أحيانا، وخير الحديث ما كان صائبا. أو تخطئ أحيانا ويكون الخطأ عندها مستحبا. واسمعوا هذه: واللحن أيضا اللغة. هذه جديدة علي. كلمة لحن تعني اللغة؟ نعم. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. أي تعلموا الفرائض والسنن واللغة، فاللحن اللغة.